صار الثقافة. مشيت واحد الخطرة مشيت للكونسيرفاتوار باش يعاونوني ارموني، لقاوني انسان فقير. هذه الحقيقة، انا هذه الحقيقة. الحمد لله ما لقاش لي يعاونني التعاون معاه، شغل حقروني لقاوني انسان فقير. معليش انا ديما كيف ربي يخليني فقير نموت فقير. الاسم تاعي عبد العزيز واللقب تاعي السنوسي، وانا وليد كيمسان. وانا كنت عندي في عمري، كنت عندي 28 سنه في عمري، واليوم راني جيت والحمد لله. وزاره الثقافه شويه راه مضيعين شويه الشباب، لازم يهتموا بهم باش ما يخرجوش للطريق العوجه ياكلوا في القرشية كذا. لا عيب، لازم تهلاو فيهم باش يطلعوا فناني باش بلادنا تطلع ان شاء الله باذن الله. لقاش بلا جونس بلادنا تطلع. لا ما نسمحوش بالفن، والفن ما يسمحش فيه، والفن هذا ثقافة. الفن يربي الانسان، يربي 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 العائلة هكا خويا. لازم تهلاو في الفن، الفن ثقافة. سير انا نروح للدار البيضاء، هاني بات واحد الشونتي كاع مخروب، ما كاين تريسينتي، ما كاين الماء، ما كاين والو، كاين ربي. وين نمشي نتخبى هكا؟ ما على باليش. ناكل هكا مع الحباب، اللي يعطيني كتر خير واللي ما عطانيش كتر خير. واني رايح دروك، راني رايح للدار البيضاء، راني بات الشونتي، الشونتي هذا ابوندوني عنده 40 سنة. هاني نرقع، هاني نرقع. وهاد الشتا هادي دازت، وانا جزائري وبابا جزائري ويما مغربية. وانا زايد في المغرب مراكشي. وهادي بلادي وهاديك بلادي. وحنا كاع خوت عند ربي، كاع عندي هذا. انا كنت نبات برا. قلي ماني مخبي، عندي واحد زوج سيمانات وماني نبات تمايا. لو مش شويه راني مدرك من الشتا. الحمد ربي ونشكرو. عندي صحافه هنا كيما نتوما هنا خويا. ظل نعاونوك، عطيتهم نمر التليفون تاعي. اليوم هذا ما حيدهمياش. الغالي يا ربي. معليش، وبلادنا بلادنا بلاد خير، فيها الرجال. مازال الرجال ان شاء الله. ان شاء الله يبقاو الرجال. وديما نتمنى انا بلادي الخير. لقاش نموت في بلادي انا، ما نمشيش لاوروبا ولا لا، انا ماشي نتمنى، انا قلبي شبعان من الدنيا هادي. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى يكون الخير لبلادنا ان شاء الله. ونروح عندنا هذا المرض هذا نكون اليس هكا خويا.